مننا جواه طاقة إيجابية وطاقة سلبية، ممكن يبقى فيه مزيج من الاتنين. طب أنت إزاي بتمزج بين الاتنين وبعض؟ طب ليه بيبقى عندك بيغلب الطاقة السلبية على الإيجابية؟ هل ده يتعلق بطبيعة النفس البشرية؟ هل يتعلق بيك أنت بشكل شخصي؟ أنت تأثرت بالبيئة المحيطة حواليك فأدت إلى أن أنت يبقى عندك نوع من الإيجابية أو نوع من السلبية. البيئة اللي حواليك المحيطة دي ممكن تبقى بيئة عمل، ممكن يبقى في المنزل، ممكن يبقى جيرة حواليك أو سكن أنت ساكن فيه، يعني متأثر بالواقع اللي أنت بتلمسه كل يوم. طيب إزاي أنت لو حتى البيئة اللي حواليك بيئة سلبية تحول الطاقة اللي داخلية اللي جواك لطاقة إيجابية وما تبقاش سلبية؟ ده عنوان فقرتنا مع دكتورة جيهان محمد سعد صابر، سعيد صابر، مدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بحضرتك. طيب دكتورة جيهان، الطاقة الإيجابية مفتاح النجاح والسعادة زي ما العنوان بيقول بتاع هذه الفقرة، لكن مش دايما يعني المناخ اللي حواليا بيخليني أقدر اوصل لان انا ابقى شخص سعيد، ان انا احول السلبي الايجابي. حتى لو حولته الناس قاعده بصلك على طول، ده ما وراهوش حاجه، ده مش في دماغه، ده وانت اصلا عندك هموم الدنيا. ليه بيحاولوا يستدعوا السلبي اللي جواك عشان تقعد تشتكي لهم وتعيط لهم فيقولوا ده زينا؟ طب اتعامل ازاي مع هذه الكائنات اللي حواليا المسماه بالبشر، وايضا مع البيئه المحيطه اللي فرضت عليا طريقه تعامل مع هؤلاء مع هذه النفوس البشريه الغريبه؟ بص حضرتك، الاول صباح الفل. صباح الهنا. عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو اهم حاجه ان انا اعلي طاقتي انا. لما اعلي طاقتي انا هعرف اتعامل مع اللي حواليا. وفي لازم نعرف ان احنا كلنا جوانا جزء سلبي وجزء ايجابي. انا لما اطلع الفايبريشن بتاعتي اللي هو اطلع الاحساس الايجابي عندي هغلب على الجزء السلبي. فعشان كده هعرف اطلع للناس الجزء الايجابي. وعلى فكره زي ما كلنا زي بعضنا، فما اقدرش احكم على الناس واقول الناس عندهم طاقه سلبيه لان انا منهم وانا بحس زيهم. طب اطلع الطاقه الايجابيه بتاعتي ازاي؟ في تكنيكس وفي تدريبات لازم اواظب عليها، والحاجه دي هتخلي الفايبريشن بتاعتي عاليه والطاقه الايجابيه سوري بتاعتي عاليه. طيب ايه، تعال نشوف. يعني انا صاحب الدور اكيد، يعني ما ظلمش حد حواليا بيديني طاقته السلبيه السيئه؟ لا حقيقي. يعني انا لما انا زي ما بيقولوا ايه، بيوتي لايز ان ذا اي اوف ذا بيهولدر، يعني انا اللي بشوف الناس حلوه وانا اللي بحكم على الناس ان هم سلبيين. طيب اعمل ايه التكنيكس اللي تخليني الفايبريشن بتاعتي عاليه؟ تعالى كده نشوف بنبتدي يومنا ازاي. بس انا قبل ما اقول لك هنبتدي يومنا ازاي هقول لك لازم بننهيه ازاي. وحضرتك برضو قلنا في النص واحنا بنبدا ونختم، في شخص فعلا زي السفنجه بيمتص كل طاقتي ويديني طاقته السيئه، ده بنقابله موجود، فعايزين حضرتك توضح لنا نتعامل معاه ازاي اللي في وسط الطريق ده. انا الاول زي ما قلت لحضرتك انا محور نفسي. تمام. طيب انا بنام ازاي؟ بنام ان انا افكر في مشكله، بنام ايه اللي حصل لي في الشغل النهارده وافضل اخد ودي مع نفسي كتير. بتفرج على احداث كده مضايقاني، فاكتشلي هصحى من النوم عامله ازاي؟ اكيد هصحى مشحونه، مودي مش حلو ومش عارفه انا مودي ليه، ما انا كنت صاحيه من النوم. لا حضرتك شوف انت نمت ازاي. فيومي مش بيبتدي الصبح، يومي بيبتدي نمت ازاي. فاكتشلي اعمل ايه بالليل قبل ما انام؟ اسمع سوفت ميوزك، اريكول ميموري، رحله عملتها حلوه تخليني مبسوطه، فاصحى الصبح مودي حلو. ده ما بيحصلش. ده الجو اللذيذ ده. والله دي حقيقه وتدريبات، بس هي دي تدريبات واستمراريه. طب اتدرب عليها ازاي؟ اون ديلي بيس، كل يوم اسمع كل يوم صوت حاجه ميوزك. حلوه مثلا؟ رحله عملتها. حاجه عملتها انجاز عملته في حياتك وخلاك تشعر بالسعاده. تسمع سوفت ميوزك جميله، عملت رحله جميله عملت تفكر فيها قبل ما تنام. كاوند بليسنج، يعني عايش على الذكريات الحلوه شويه. ده لازم، مش غلط يعني. لا طب ما بقاش انا كده قاعد بهرب من الواقع وقاعد في الذكريات. لا لا فور سام تايم لغايه ما تنام بس، يعني وبعد كده هتروح عايش الواقع بقى. ماشي يعني بالظبط. انت بتعيش الواقع كل يوم اصلا، فيعني شويه ان انت طيب صحيت الصبح بنبتدي بقى يومنا ازاي؟ الفيرست ستيب بنعمله ان احنا بنوقف الالارم. يعني مش عايزه اصحى. مش عايزه اصحى، فبتوقف الالارم. انا مش عايزه اقوم. تفتكر انت صاحي الصبح وانت مش عايز تقوم هيبقى اليوم شكله ايه؟
طيب بدل ما اعمل كده اعمل 10 مينتس او 15 دقيقه لنفسي كل يوم الصبح اسمهم مي تايم. المي تايم ده اعمل فيه ايه؟ بص بقى، الدكتور وين داير كان بيصحى الصبح كده يفضل قاعد على طرف السرير يحس الارض برجليه ويحمد ربنا انه صحي اصلا. ده بعد ما كبر في السن ولا صغير؟ عشان كبر في السن. لا مش عشان كبر في السن، ده كله تدريبات على فكره. والله كله تدريبات. ايفن اف يعني احنا ليه ما نستفادش بخبرات الاخرين؟ يعني حضرتك جربتيها مثلا على شباب او انماط مختلفه من الاعمار، رجاله وستات؟ أكيد. بان عليهم وانا نفسي بعمل كل ده ديلي بيسز. تمام. كل ده كل يوم. اما اصحى كده وافضل قاعده واقول احمد ربنا، اصلا ربنا اداني هديه عظيمه على فكره. الله. اللي هي هديه الحياه. اللي هو حرم منها غيري بس ادهاني. واحط في دماغي كده ان اي حاجه في السراوندينج سواء بيتي عربيتي شغلي دول كل دول مالهمش قيمه لو انا ما صحيتش الصبح. اتنين، ان انا اللي بدي القيمه للايه؟ لكل حاجه حواليا. تمام. ربنا سبحانه وتعالى كمان يعني قال لك النفس وما سواها الهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني انا حاطط جواك الجانبين بالظبط، انت وشطارتك واجتهادك في انك تزكي الجانب الخير او في ايجابيه او اقبال على الحياه، او تزكي الجانب السيء. كله اختيار على فكره. كله اختيار. فيعني دي بدايه ان انا امتن ان انا صحيت اصلا. تمام. طيب تاني ستيب بقى بعملها ايه؟ الافرميشن، اللي هو توكيدات. النهارده يومي جميل، ان شاء الله النهارده هنجز الحاجه اللي انا عايزه اعملها، ان شاء الله النهارده كل حاجه هتعدي زي ما انا عايزاها. ده كده قرار. انت قررت ان اليوم النهارده هيبقى حلو. طب لو عدى بيا حاجات وحشه تمام، وانا مقرره الصبح ان النهارده اليوم هيبقى تمام، هقدر اتقبلها. حضرتك تقصدي وهتعديها واحلها حتى لو هي فيها مشكله. بالظبط كده. ما انا مقرره من الصبح. تمام. زي ما بيقولك السعاده قرار. ليه السعاده قرار؟ لان في ناس ربنا انعم عليهم بكل حاجه وستيل هم مش مبسوطين. صح. طيب يبقى السعاده قرار ولا لا؟ تمام. طيب الجزء اللي انا موجود فيه، انا عندي محيط معين زي الدايره بتاعت الترابيزه اللي قدامنا دي، انا موجود فيها. ليه دايما احنا بنبص للمحيط اللي بعد الترابيزه رغم من منطقه الامان اللي احنا فيها هي الدايره اللي احنا موجودين فيها؟ ليه احنا بنبص يعني بنبص لغيرنا ليه؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه. هو حياتنا متقسمه دايرتين. دايره تخصني انا اللي انا عليه ليا عليها الكنترول والباور، ودايره خارجيه اللي هم الناس المحيطين. طيب اللي بيحصل ايه؟ ان انا بدخل الدايره الخارجيه في دايرتي. اللي هو ايه؟ الاتيتيود بتاع الناس، راي الناس فيا، ده اتصرف ازاي معايا، الحاجات دي كلها الحاجات اللي هو اوت اوف كنترول سيركل اللي انا ماليش دعوه بيها. انا ليا دعوه بنفسي. لما انا اطور من نفسي وانمي نفسي واعلم نفسي ازاي اتعامل مع الانماط المختلفه، دي مسؤوليتي مش مسؤولية غيري. صح. انا مش هظبط الكون عشان يمشي معايا، لكن هظبط نفسي عشان اعرف اتعامل مع الناس. طب اتعامل مع كل واحد بطريقته ولا اتعامل بتربيتي واسلوبي والطريقه اللي انا بتعامل بيها وافضل ثابت على مبدئي؟ لان احيانا الواحد بيزهق من كتر ما هو لطيف جدا مع الناس والناس مش لطيفه خالص. ما هو لا تكن لطيفا اكثر من اللازم. وما تبقاش حاجه حلوه قوي عشان ما يكلكش. طيب يعني هبقى ازاي في المنطقه الوسط؟ طيب يعني في المنطقه الوسط ان انا يعني اكتر حاجه بتخليني الوس كنترول على نفسي العصبيه، الانجر. فاحاول ان انا اهدي نفسي وما اخدش رياكشن على طول لما حد يضايقني. ابريز كده واتنفس تنفس عميق وبعدين ابتدي اخد الرياكشن. بس مش على طول، لان اللي بيحصل نقطه الخلاف ايه؟ ان انا بروح على طول ارياكت لما الاقي حد ايه بيضايقني. فلا، اتنفس نفس عميق كده واروح ابتدي اخد ستيب. الثبات في راي حضرتك يعني الامور تبقى ثابته، لا هي بتسوق ولا هي بتحلو خالص، يعني بتبقى اجمل حاجه انا عايزها، الروتين. اتعامل معاه ازاي انا كرجل او كامراه كانسان؟ اتعامل مع هذا الروتين ازاي؟ انظره باي عين؟ هو روتين ساعات بيبقى ممل ويوصل الناس لحاله الملل. اكسر روتين افري ناو اند ذن، من وقت للتاني اروح كسره روتين، اعمل حاجه مش متخيله ان انا ممكن اعملها. اطلع مثلا في مكان اوبن اير، افاجئ نفسي. افاجئ اجيب لنفسي هديه على فكره. عايز فلوس عشان اجيب لنفسي هديه.
والله ممكن نتبسط بأبسط الحاجة. والله اه والله العظيم فنجان قهوة حلو اشربه بمزاج قدام النيل ولا البحر ده حاجة جميلة جدا. في ناس اعرفهم والله كده بس انا بحس ان هم ضربوا يعني مش عاقلين. هو مش ضربوا على فكرة هم كويسين تمام بخير يعني هم عارفين يتعاملوا بس ازاي. يعني في ناس بتعرف تتعامل مع لوحدي ده حلو قوي يعني ادلع نفسي ابقى لنفسي اعيش مع نفسي لكن في ناس تانية ما بتعرفش نفسي دي نفسي بتزعجها. في ناس ده ما نقدرش نقول ده وحش ولا ده كويس. في ناس بتكتسب طاقتها بوجودها مع الاخرين وناس بتكتسب طاقتها مع ان هم بيقعدوا مع نفسهم. فدي ما نقدرش نقول ده وحش ولا ده كويس ولا العكس يعني. طب ضغوط الحياة اليومية احيانا بيبقى لها اثر على الشخص، ضغوط المجتمع، تغيرات بتطرأ على العالم. في ناس على فكرة نفسيتها ما بتبقاش في محيطها فقط، ده بيمتد يعني احنا شفنا فيه شعراء وكتاب كبار اتصدموا مثلا من حرب العراق والكويت اللي حصلت دي، ففي حد فعلا مات جات له ذبحة صدرية ومات مش مصدق. ده راجل عروبي جدا يعني وعنده انتماء لما هو اكبر من الفكرة اللي احنا دمجين نفسنا فيها. الناس اصحاب الحساسية الكبيرة بينظروا للعالم لمجتمعهم ولعالمهم العربي والمحيطهم انهم عايزين دايما في سلام ودايما في امان وبصين بنظرات معينة لهذه المجتمعات. في حال انهيار هذه القيم، في قيم انهارت طبعا ساعة الحرب دي يعني على سبيل المثال انا بقول، فأدت إلى وفاة البعض نفسيا يعني، وفي اللي اتحطم نفسيا وفي اللي اتوفى لأن الحرب نفسها كانت مفاجأة من دولة عربية على دولة عربية، فأزعجت كتير من النفوس الرقيقة والأقلام اللي كانت بتحترم فكر معين في هذه الفترة. الشخص غلط إنه يبعد أكتر من مجتمعه يعني يبقى عنده الانتماء كويس بس يعني إنك تبقى متأثر قوي كده بما هو أكبر من محيطك؟ والله في ناس بتجد في ده قيمة. فأنا يعني انت فين من ده؟ انت عايز تلاقي قيمتك في ان انت تبقى في بلدك وفي تحقيق حاجة لبلدك ولا بتلاقي تقيمة اكتر في ان هو عملك وتديله كل الباشن بتاعك والحب بتاعك؟ ما هو كل واحد حسب قدرته. انا ممكن احس ان انا ممكن اغير في الكون في اللي حواليا، في ناس بتحس ان هي انا اغير نفسي ده ابتدي بنفسي وبالتالي هقدر ادي اللي حواليا. فده حسب ما اقدرش اقول لك ان هو ده يعني دي فروق فرديه بين كل قدرة. شخص على يعني انا انا مثلا اشوف نفسي انا احسن نفسي وابقى مثال لغيري. في حد لا هو بيلاقي قيمه في ان هو في العطاء الخارجي، بيلاقي قيمه في ان هو يدي بلده. اتفارز من شخص الاخر وقدرات. يعني انا ما اقدرش اقول انا هروح اعمل مثلا احارب ولا اتاثر، يمكن انا السنسيتيفيتي بتاعتي عاليه شويه ما اقدرش، ده ممكن يحطمني. بقى استفدت ايه؟ وممكن ابقى في مكاني وبعمل شغلي بطريقه حلوه اخلي الناس اللي حواليا يعملوا شغلهم زي بطريق غير مباشر. يعني المساحه في مساحه بتفرض على الواحد يعني ما بتبقاش من اختياره اللي احنا ساعتها بنسميها قدر او ربنا كاتب علينا كده. هل التعامل مع الامر بالناحيه الروحيه او انها حاجه مرتبطه بالاله فانت لازم تكون مستسلم لها استسلام تام، ومعروف ان العبوديه استسلام والذي يستحق ان يعبد هو ربنا سبحانه وتعالى ويستحق الاستسلام هو ربنا فقط مفيش اي حد تاني ولا نختلف على ده. لكن في حاله يعني هذا الامر القدري او اللي فيه نوع من الاستسلام بعيدا عن العبوديه لامر بقى واقع فرض عليا، ده نوع من انواع يعني الطاقة السلبية ولا نقدر نقول دي طاقة إيجابية بس بشكل آخر صاحبها هو شايفها بالشكل ده بالظبط؟ هو عايز أقول لحضرتك الأكسبتنس اللي هو القبول. القبول ده أكتر حاجة تخليك عايش في سلام. قبول من غير ما أفسر. قبول 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 مثلا الاختلاف بيني وبينك، قبول القدر. انت حاجه قدرت تقدر تعمل فيها حاجه؟ لا. فيو هاف تو اكسبت. واعتقد ان في الظروف اللي احنا فيها وكميه الوفيات اللي بتحصل ده وصلك بطريق غير مباشر لحاله قبول. خلاص يعني كان الاول بيحصل فجيعه، دلوقتي بقى في استسلام وقبول. ما ده هل ده رساله من ربنا ان احنا لازم نقبل؟ لان في حاجات انت ما تقدرش تغيرها، هي حاجات بتاعت ربنا قدريه فعلا زي ما بتقول.
ربنا وصلنا لدرجه ان احنا يو هاف تو اكسبت، وده في حد ذاته بيعمل هدوء نفسي مش طبيعي. طب قسوه القلب بتيجي بشكل تدريجي ولا الشخص بيبقى عايز يبقى كده كحيله دفاعيه خوفا من المجتمع، بعدين بيقوى فبيكبر فبيبقى قلبه جامد ويعرف يتعامل مع كل المواقف، بس بيدور على عاطفه ويدور على نفسه مش بيلاقي؟ هو قسوة القلب دي يعني ربنا يكفينا شرها اولا يا رب. لكن هو انا شايفه ان اي واحد ممكن يغير من نفسه ان هو يبقى لين القلب، لان هو ده صفه من صفات الاسلام يعني ان انت تبقى لين القلب. بس ما وصلش نفسي ان انا ابقى عندي قسوه للي حواليا، احاول على طول من وقت للتاني، ما انا بقول لحضرتك كل من وقت للتاني احاول اتخلص من الصفات السلبيه اللي عندي عشان اقدر ما يبقاش عندي قساوه على اللي حواليا. طيب العلاج دايما يا فندم او التعامل، وبعدين في فرق بين القساوه والجراءه. يعني ما الواحد لما قلبه بيبقى قاسي احيانا بيتخذ يعني بيعمل فيه عنتر شويه صح؟ فاحنا مش عايزين الواحد يجي له في جراءه وفي بجاحه صح؟ يعني فاحنا نخش ننتقل من مرحله الجراه لمرحله ان انت بجح، عيب كده اللي انت بتعمله ده، ازاي ما تخلطش بين الاثنين؟ ازاي؟ جريء ان هو يعني احط لنفسي باوندريز، احط لنفسي حدود، ده جريء وما اسمحش لحد ان هو يتحداها. انا شايفه ان دي جراءه، لان احنا اتعودنا اتربينا ان انت نعم حاضر طيب، ده عشان تبقى انسان جميل عشان نخلص وده اللي بيخلي الناس اللي قدامك يعني زي ما بيقول ايه بيتعدوا حدودهم معاك. فانا احط الباوندريز بتاعتي دي جراءه في حد ذاتها في اللي احنا فيه دلوقتي، لان احنا دي عكس تربيتنا. طيب هل في فرق بين التعامل بشكل مكتوب زي حضراتكم كده ما بتتعاملوا مع الامر من خلال دراسات علميه وتطبيقات على انماط مختلفه من البشر وصلتنا لان احنا نوصل لنظريات في التعامل معاهم وطبقنا هذه النظريات فهذه النظريات نجحت، ولا انا ممكن ابص برضو للجانب الاخر هو الجانب الروحي تاني نرجع ليه بتاع الاديان السماويه الثلاثه في التعامل مع البشر وبعضهم البعض؟ خليني اقول الاديان السماويه هي حطلنا الكور الاساس في التعامل مع كل الناس اللي هو اللي ما تاذيش حد، ده المين الميجر حاجه ان ما تاذيش حد. خليك يوسفل، خليك يعني خليك مفيد للي حواليك، اعمل اللي حواليك حاجه كويسه، ده اساس الاديان، وده الاساس على فكره بتاع الشفاء الروحي ان انت تحس ان انت عندك هدوء نفسي، ان انت تساعد اللي حواليك، لان ربنا خلقنا نساعد اللي حوالينا، مش نبقى قاعدين مع نفسنا كده وناخد بس رياكتيف ونتعامل ضدهم ومش عارفه ايه وقاعد ديفنسيف مود اقوم لا تمام. يعني حاول تبقى يوسفل للي حواليك. نشكر حضرتك دكتورة جيهان محمد سعيد صابر مدربة التنمية البشرية على وجودك معنا وعلى الكلام المفيد اللي حضرتك قلتيه لنا فيما يتعلق بالنفس البشرية وتعامل البشر مع بعضهم البعض، شرفتينا يا فندم. ربنا